وأشاد رئيس الزمالك بالتشكيل الذي يعتمد عليه خالد جلال المدير الفني، مؤكدا أن كل اللاعبين بالقائمة سيحصلون على فرصهم في الفترة المقبلة. ركزوا 90 دقيقة بأمر الله بإذن الله. كل فرصة، شوفوا انتوا لما وصلتوا لمرحلة ان لما بتيجي ربع فرصة وربنا بيكرمك فيها بتركب الماتش. وانا شايف ان التوظيف اللي عامله خالد لكل اللعيبة، وانا بقول تاني مفيش لاعب ما لعبش داوودة، رؤى، حازم امام، اسلام، محمد عبد الغني، احمد توفيق. انت قدامك بقى شوف كم مسابقة بإذن الله. قدامك سوبر، قدامك بطولة عربية هتبدأ في شهر 8 في الكويت، هتتسافر الكويت، عندكم إن شاء الله الوكالة الفيدرالية، عندكم يعني كل لاعب فيه هيحتاج كل لاعب. إن شاء الله مش هنجيب السنة دي مش هنجيب لعيبة كتير، يعني بالكتير 2 أو 3 بالكتير أوي، كتير جدا، لأن أنتوا أحسن لعيبة في مصر.